الرحمة المهداة للتوفيق به هو الستر ياوي كل ضاحب وذله مقيم عماد به حبيب إله العرش خاتم رسله لا شيء بعد الشهب أهدى من الصبح حشى ربه منه السرائر رأفة فما قد حشى منه الله عفة. الحديث الثاني عشر من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلم. من علامة كمال الإيمان حبك الخير للمسلم. حبك الخير للمسلم. مفتاح كل خير، لأن الإنسان إذا أحب شيئا عانه ذلك على فعله، إذا أحب شيئا عانه الله تعالى على فعل ذلك له، لأن طبيعة النفس أنها إذا أحبت شيئا أحبته سهل عليها أن تبذله. لذلك ماذا قال ربنا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير والسمومة من العام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الله أكبر. بسبب حب الإنسان لهذه الشهوات والعماق يبذل عليهم ما يفكر عنه. كون الإنسان معنا دفع في مهر مرأة واستحسن عنده مجرد شهوة مليون دولار لا يستغرب الناس أن يقول الناس كلهم يعني هذا عادي لأنه كما يقولون حبك الشيء العمي ويصف أنت لا تفكر عما لا فعلت. فلذلك لو كان الإنسان حبب إليه فعل الخيرات وحبب إليه مساكن مثلا لا يفكر بما دفع له. هم يقول كل يبكي على ليله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على اللهم إني أسألك بعلا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. حب المساكين سألك حب المساكين ليس ما قال أسألك أن نفعل لهم الخير. أسألك حب المساكين لأنك بحبك أيام سيسهل عليك ذلك كل من وتصبح أنت تفعل ما تفعل لنفسك ما عندك أي مشكلة. أنا عما حب لماذا ولمن لله تعالى وفي الله تعالى وبما تفعل خير وما تفعل خير بينهم يسهل عليك الامر جدا حتى يكون كمن يبذل مهر عروس الخدمة احب اليه جدا ان يدفع المسكين لقمه او يحترم شخص لله تعالى اكثر مما يحب ان يشتار ما بين ذلك. ذلك يبنى ويزول وهذا باطل ما عندكم بدوى ما عند الله باطل. يصبح من سعيه للمساكين وللمسلمين احب اليه من ان يسعى في بذل مهر امرأة يحبها او سياحه يحبها لانه يعلم هذا يعني لا شيء. والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أسرع عنا السيرة فالحادي حدا والعلم المرفوع للقوم بدا والأنبياء بينوا ما قد أعد للعبد إن بطاعة الله سعي وثم شيء لا نبي ولا ملك يعلمه في لسانه. هناك شيء لا يعلمه إلا الله تعالى. الأنبياء والملائكة والكائنات كلها لا تعلمها لا تعلم نفس ما أخفي له من قرات أعين يعني المحبة هي رأس كل شيء. لما يحب الإنسان يقال أسلوك بين الخلات والتطرقات وحب المساكين لأنك بسبب حبك لهؤلاء المساكين وحبك لهؤلاء المسلمين محبة لله تعالى تسهل عليك كل ما تفعل لأن هذا الواقع على الحب عمل الواقع على المحبة سهل جدا وصاحبه لا يفكر أما عمل تاشع مشقة وصعوبة وهذا سيفعل وتحتاج إلى ترغيب وترهيب وتخويف هذا يعني يحتاج إلى دفع قوي جدا فسيكون إنسان مستكره يعني مكره على أن يفعل هذه الأشياء مكره يقول أنا والله ما بعثها إلا على
لولا يعني هذه المصيبة لو 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 يعني ما عنده طب ما عنده ما عنده. الحديث مفيد جدا وهو في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قد تصعب على النفوس لا يحب أحد لا يؤمن أحدكم على لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا صعب على النفوس لكن هذا حقيقة أسهل من السهل. وما وقال قالوا هذا سهل جدا ولأن الشريعة لا تكلف الإنسان بما لا طاقة له. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولنا. ولكن ذلك من طغيان النفس وحب أن تستولي على الأمور كلها ومن باب يعني الحسد والبغض والرياء والعجب هذه أمراض القلوب هي أمراض القيادة نعملها. وإلا الإنسان لو تمنى للآخرين أو كان يحب له ما يحب نفسه وما أزيلت عنه النعمة وما أزيلت عنه وما قال لك سل الله تعالى أن يزيل عنك النعمة ويعطيها للآخرين. وحب أن تزول عنك الواد الأخرين فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. الناس قد تكون في فضل الله تعالى في كلام من السعة وأنت أيضا ما نقص كما في الحديث الصحيح ما نقص علمي على الخضير عليه السلام موسى يتغلب على الخضير إلا كما ينقص هذا الطائر نقص هذا الطائر البحر وكما ينقص المخيط الإبرة لو تضع مثلا في بحر وتخرج الإبرة ماذا هي لم تبتد أصلا هي الإبرة ملساء جدا ولا تمسك شيء. فضل الله واسع وخيره واسع وعلمه واسع وكرمه واسع حتى يحب لأخي ما يحب المسلم من فضل الله تعالى واسع. لا يؤمن لا يكون إيمان أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب المسلم حتى يحب المسلمين ما يحب المسلم ما يحب لهم ما يحب المسلمين الخير ما يحب. لكن هذه النفوس طاغية جدا طاغية جدا لأنها تحب التخصص وتحب أن تبقى هي مفردة دون غيرها بأن لا هذا خبث هذا عمل شيطان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا أحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه صار يعني سهل عليه الحياة يعيش بهدوء وعندما يسمع أن أحد أعطاه الله تعالى ما يقول الحمد لله بشرك الله بشرك الحمد لله على المسلمين عندهم راحة وأخوه خصوصا الأقارب لما يكون الإنسان هي الأنفس يعني عنده شيء غريب جدا كل ما يطلب لها الإنسان يعني في بنوة عامة أو في جيرانية ويجدون فيها خير يتضيق بهم الواسعات تضيق بهم الدنيا كأن الله تعالى منعهم وأعطاه هو ما لهم هم. هذه مشكلة أيضا هذا مرض قلبي. أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم لا يؤمن أحدكم هو المشكلة الأخلاق النبوية هذا بل هو قد يمتلئ الإنسان من العلم ويمتلئ قيحا قد يمتلئ من العلم ويمتلئ ملوحة هذه لا فائدة التطبيق هو المهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ما قال زوال النعمة عنه فقط يحب لأخيه ذلك الذي أنت فيه من الراحة والطمأنينة والشكر والعلم والفضل والتوفيق و فضل الله واسع فضل الله واسع أنت ما قال لك ادفع لهم جميع ما عندك ما قال لهم تخلى منهم ذاك يقال له بل تؤثرون ذاك يقول ويؤثرون على أنفسهم ذاك مقامات الخواص ويؤثرون على أنفسهم معناها يقدمون الآخرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكن لا يمكن أن يطلب من كريم الناس ذاك شيء آخر ذاك مقامات الفائزين. ولكن نحن نريدك أن تكون إنسانا بسيطا تحب لأخي ما تحب لا فقط نريدك أن تكمل إيمانك. يحب لا يؤمن أحدكم لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما الإيذار وأما التجرد من الأموال وأما أن يكون الإنسان الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الليل الصائم النهار المجاهد في سبيل الله لكن له أهله ولكن كن في الدرجة الأولى
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كن إذا علمت أن الله تعالى أعطى عبدا من عباده المسلمين نعمة فقل الحمد لله، اللهم زدني، اللهم زدني. وإذا سمعت أنه ابتلي فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، الله مسكين، اللهم زد عنه ما به من الضرر. تكون أيضا حزن لأن مثل المؤمنين حديث آخر، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسير الحمى، العضل يد الواحدة لو اشتكى منها إصبع بألم ما تسمونه مدرس تسمونه، ماذا سيقع اليد الأخرى وما سيقع للبدن الأخرى؟ لن ينام تلك الليلة. هو الواحد والإنسان يسهر بسبب شوكة فقط أو يسهر بسبب يعني دوم ألا يعني قرحة به صغيرة حتى الحجم لا تزيد على أقل من درهم، بل تكون قدر رأس إبرة يبيت جسمه كله متألم منها. هذا هو مثل الحديث الصحيح، مثل المسلمين في مسلمين كاملين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر الحمى، يتألم سائر الجسد بسلم. هذا ما وجدناه في شهر رحمة بين المسلمين، خصوصا الأقارب، خصوصا يعني واحد هذا أخوه وهذا جاره وهذا صديقه وهذا صديق أبيه وهذا بر وبر آباء، إن من أبر البر أن يصل رجل أهل ودي أبيه بعد أن يولد. هذا شيء لازم، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عندي محبة لأن يصيب الله تعالى المسلمين بما يريد المسلمين. هذا سيكون مأجورا عليه من وجوه كثيرة. واحد هذه عبادة، هذه عبادة لا تكلف شيء، لا تحتاج أن تكون قائما صائما، قائما صائما ولا مجاهدا. أنت قد تكون على فراشك عن النوم تحب لأخي ما تحب، هذه عبادة لا يساوي شيء. تتمنى للمسلمين أن يفتح الله لهم أبواب الخير، وأن يكون أقاربك في أعلى عليين، وأن يكون شيوخك في أعلى عليين، وأن يكون أبناء عمك في أعلى عليين، وأن يكون أبناء خالك في أعلى عليين، وأن يكون جيرانك في أعلى عليين. أنت بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليهم رجل حديث، طلع عليهم رجل 3 مرات من 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 أكابر المهاجرين، وكل ما كل ما قبل أن يطلع عليهم قال يطلع عليكم رجل الآن من الجنة، يطلع عليكم الآن يظهر عليكم من آية رجل من الجنة، فيأتي مباشرة لا أتذكر اسمه من المتقدمين السابقين، ولكن الخبر صحيح ذهبت صحيح. يطلع بعدما يطلع وهو يضع ونعم رجل نعليه برجله، ثم الثانية ثم الثالثة قد يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان من عباقرة الصحابة من دواهي الصحابة. تتعلمون متى ولد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لعمر العاص وعمر أبيه 12 سنة و 10 سنين. نحن الآن ما يكون واحد منا في العشرينات من العمر يحسب نفسه ما زال صغيرا يحتاج إلى أمه تدفع تشتري له هذا. هذه كما قلت ولد له الرجال هو 12 من المؤمنين أو 10. طلع ذلك الرجل المهاجر 3 مرات، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص يا عم يحترمه العرب يقولها العم لرجل الكبير، يا عمي أنا بيني وبين أبي مشاجرة قليل. هذه يقال من باب واحد يريد أن يدخل معه يعني حكمة، يريد أن يقبل مرافقته، يريد أن يدخل مرافقته تقبلني 3 يبقى نعم ما في أي مشكلة. فرافق اسمعه همة أهل الخير حتى تسمعه همة أهل الخير. الهمة همة المؤمن هذه أقوى من أعماله، والإنسان ما يكون له همة عالية كما يقول محمد بابا همته همة أدنى حسرة لا همة العشرة المبشرة. واحد همته يعني همة العشرة المبشرة من جل، واحد مسكين همته مثلنا نحن يجمع يعني شيء من المال ويتزوج ويبني دكان ويكون له فندق والمطعم الفلاني أكلنا من أكل، هذه أبعاد حسرة. همته همة أدنى حسرة لا همة العشرة المبشرة. المهم قال له يا عم أنا أريد أن أرافقك، أنا عندي مشاجرة مع أبي قليل وأنت. قال نعم تفضل أنا عندي تقبلني 3 أيام نعم ما في مشكلة. فخرج معه ليراقبه، هو همته الوحيدة أن يراقبه، ولكن ذلك لا يعلم، اعتقد أنه عنده مشكلة معه. فرافقه 3 ليالي
ما يفوته منه أي حركة، ما تفوته أي حركة منه، يراقبه ويراقبه ويراقبه. والرجل الصحابي الجليل لا يزيد على أن يصلي الخمس صلوات ويرجع إلى فراشه وقد في أمور طبيعي، وكان يعتقد أنه سيكون يعني الليل والنهار يعني هذا عمل هذا وهذا وهذا ولا يفتر، صائم الليل صائم النهار قائم قائم الليل ويفعل وما يترك حقيرا ولا نقيرا، وهذا طبعا فعل الصحابة ولكن كان ولي يفكر عنها. فرآه لا يزيد على أن يفعل الفرائض ويرجع إلى فراشه. فلم تكون الليلة التالية حتى أراد أن يخرج، لأنه أراد أن يستنقص عمله، بلغ من استنقاص عمله ما بلغ. قال له أنا ما بيني وبين أبي شيء، ولكن ثلاث مرات كل مرة تطلع علينا قبل أن تطلع علينا، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليك رجل من الدنيا، أنت تعمل فقط هذا العمل؟ ما قال ما أعمله غيره، وفقط كل ما يستيقظ من نومه يقول لا إله إلا الله، في وسط النوم عندما يستيقظ يقول الذكر لا إله إلا الله، وعندما يأتي وقت الصلاة يتوضأ وضوءه الكامل ويفعل فرائضه ويفعل لا تفعل غيره. لكن ماذا قال له؟ إلا أنني وما بت في قلبي شيء لمسلم، هذه الكلمة ما بت وفي قلبي بغضاء لمسلم، أحب للمسلمين ما أحب لنفسي، لم يكن في قلبي حساسة لأي مسلم، كل ما أريد من الخير لنفسي أريده للمسلمين، ولم يكن في قلبي. ماذا قال عبد الله بن عمرو العاص؟ قال ذلك الذي لا نقدر عليه. ممكن نقدر على الجهاد وعلى الإنفاق وعلى وعلى، ولكن هذه نظافة القلب لهذه الدرجة حتى لا يخطر ببالك المسلم لمسلم، وأن تحب للمسلم ما تحب لنفسك، وأن تكون مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. قال عبد الله بن عمرو العاص بن عمرو العاص ذلك الذي لا نقدر عليه. هذه النقطة الأساسية التي لا نقدر عليها، نقدر على الجهاد ونقدر على الإنفاق بأموال ونقدر على تعليم العلم ونقدر، ولكن هذه النقطة من الصفاء لا نقدر عليها، هذه المشكلة. ولذلك محمد مولد بن أحمد فال ماذا يقول رحمه الله تعالى ورضي عن الجميع ونفعنا ببركاته، يقول وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبل شماخنا من ذرة من عمل القلب عليه، هذه المحبة الخالصة التي المسلمين كلهم، والزهد في الدنيا والتوكل على الله تعالى لا يطلع عليه إلا علام، إلا علام الغيوب، لا يطلع عليه غير علام الغيوب، لا يطلع عليه، هذا ميل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شماخنا أفضل عند الله من شامخات ظواهر الأعمال، لأن تلك ظواهر الأعمال التي يطلع عليها الخلق يوميا ويقال فلان عالم ومدرس وفلان يعني متبرع ومنفق على كذا من أرملة ومسكين و و و و تأتيك أنت المصائب من ذلك وتحس بنفسك وتقول لا ما في الأرض الآن يتحرك من أمري، أنت مسكين يعني الله الله يعفو عنك، أنت يعني مرائي، أنت مرائن، أنت دجال، أنت تحسب أنك على خير. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما يمدح الناس يقول اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأعلم بنفسي من فاضل لما لا يعلم، هذا أبو بكر الصديق. وإن عليك الناس بالثناء قد أقبلوا لجليل بدائي نفسك ذكرها بفعلها الحق وكلها تولي أنا بك مصير. أنت تعلمين ما تعلمين، تعلمين ما تعلمين، ويحكي لا يغرك ما قد قال ومن غره حل بي وبال، وأحمق الناس الذي قد ترك يقله لغن غيته، الناس يظنون بك خير يرونك رجل صالح يظنونك يعني المرابط الحاجة وغيره، لكن هذا ظن منهم، نحن لا ندري من أنت، أنت أعلم بنفسك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللهم إنك أعلم بنفسي، أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من أبو بكر لما لا أعلم. إذن هذه الأشياء التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، المحبة لخير المسلمين، الزهد، التوكل، هذه الأشياء السرية. والعارفون خائبون من أعمالهم، خائبون من أعمالهم التي تظهر الناس، يخافون منها خوفا شديدا، يخافون منها خوفا شديدا. ولذا اقرأوا سيرهم، اقرأوا في القرآن العظيم،
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يفعلون ما يفعلون الليل والنهار ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ينفقون أموالهم يسعون على الأرامل والمساكن الليل والنهار وماذا يقول ربنا فيهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قلوبهم خائف الوجه شدة الخوف تهتز ترتعد أنهم إلى لماذا؟ لأجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك ماذا هي صفتهم الحميدة؟ هذا من الخوف وهذا من الإنفاق هذا الخوف الذي لا يغريهم بالنفس وهذا من شدة الخوف أيضا الذي يدفعهم على العمل الصالح ليل ونهار أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هذا الخوف المشوب بالرغبة والعمل الليل والنهار يؤتون ما أتوا ويفعلون هذا يعني تعميم بلا نهاية يؤتون ما يفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة بشدة صفاء القلوب والخوف الداخلي وحبهم لهذه الأعمال ورغبة بما عند الله تعالى وخوف من أنفسهم الأمارة بالسوء خوف من خائفون من أنفسهم الأمارة بالسوء محبون لما فيه محبة يشوبها خوف رجاء يشوبه خوف والخوف والرجاء واجبان بوفقهما ومتلازمان لأن محض الخوف يأس والأمل مجرد الأمر لأن هذه أمراض القلوب وطهارة القلوب القوسان مهمة المشكلة في القلب ألا إن في الجسد مضات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله القلب لو صلحت قلوب الناس لكن بفساد هذه القلوب تجد من يسب شيخا مسكين مريض ومن هو تاجر مريض ومن هو رئيس مريض ومن هو مرؤوس مريض والكل يرجع الى القلب الا ان في الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله حب المنزله وحب الظهور يمنع الانسان من يحب الخير لله ماذا اللي يمنعه فقط هو حب ان يتخصص هو أن يجعل الله تعالى كل ما عنده من الشر والخير له ما يمنعه من ذلك إلا أمراض القلوب ما يمنعه إلا أمراض القلوب ما في شيء آخر هي أمراض القلوب فقط أمراض القلوب تؤدي الإنسان إلى أن يجعل نفسه في حاضرة ومع هذا ولن يرتاح لن يرتاح كل ما نزلت نعمة بواحد آخر لأنه لا يحب النعم للآخرين سيكون عليه آلام تؤلمه الليل والنهار يشق عليه فضل الله تعالى يعطيه لآخرين فيصاب بمرض الحسد ويصاب بمرض العجب ويصاب بمرض اتهام رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه متهم لرب العالمين لماذا؟ هل أنت ممكن تتدخل لله تعالى بما يفعل؟ هذا اتهام لله الله تعالى يفعل ما يشاء ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيار سبحان الله تعالى سبحانه وتعالى ما يشاء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له خيارات من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا إذا رأيت الله تعالى قدر أمرا فاعلم أن الله تعالى جعل فيه خيرا وأنت ما عندك خيار فيه لا تعترض على الله سبحانه وتعالى هذا كله يرجع إلى القلب هذه القلوب تصفية المهمة ومن صفاء ارتاح ما أي مشكلة لو وجد العالم كله يعيش في الخيال والخير يكون هذه قسمة الله تعالى عجيب ولو وجد العالم كله يسعى يقول قدر الله وما شاء اللهم زين عنا الهم والحزن يصبح مرتاح محب لله تعالى ويبغض لله تعالى ويرضى لله تعالى ويعطي لله تعالى ويمنع لله تعالى فلتكن لله وبالله وفر إليه فمن تعلق بغير ربه موجها إليه وجه قلبه حرم من حيث ابتغى نيل الجدى وذم من حيث ابتغى المحمدى فلا إلى ما قد أراده وصل ولا على الخير من الله حصل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمنون
في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد ليشتكى منه عظم تدعى له سائل جسد الحمى ولا يرجع عليك ضرب الخير ما تفعلوا من خير فلأنفسكم وما تفعلوا من خير فلأنفسكم لا تعتقد ما فعلت أي شيء للإنسان إنما تفعلوا لنفسك وما بعثوا أيضا لله تعالى فالله تعالى غني لا يحتاج لشيء بعثوا لله للعبودية فقط التي هي جمعية وإلا فالله تعالى ما فعلت شيئا لله أصلا إنما هو لنفسك وما تفعلوا من خير فلأنفسكم وما تفعلوا من خير فلأنفسكم إن حديث قصي إن هي ما هي أعمالكم أوفيكم إياها أعطيكم إياها ما فعلتم شيئا لله سبحانه وتعالى ما فعل مخلوق لله الله تعالى غني هو الغني عن عبادته عن عباده وعن عبيده وعن خلقه وعن كل شيء غني عن كل شيء لا تهلا عباده ولا تضره معصية ولا غني ما تفعلون خير فلأنفسكم وما تفعلون خير فإنكم وانتم لا تظلمون كل هذا يرجع إلى الإنسان فليتقي الله تعالى أنه إنما هو عمله يرجع إليه قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عزبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا حفظته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة لحوائج الدنيا ولا خلقك إلا ولنا لا ترحم لا قدرة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين ودمر اللهم أعداء الدين ودمر اللهم أعداء الدين آمين يا رب ودمر اللهم أعداء الدين ودمر اللهم أعداء الدين وصنع قوانين يا ربنا بحق الأسماء أعزنا بالأرض والسماء 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 وعلي قدرنا الدنيا وعافنا بها من البلاء وعافنا بها من البلاء وعافنا بها من البلاء وأولنا الشكر على الآلاء والنصر عاجلا على الأعداء أنت المجيب بأهل الدعاء وهب لنا بها لدى المليات بأرض طيبة مرضية صلى عليه خالق بأرض طيبة المرضية صلى عليه خالق البرية والدفن بالبقيع بعد نشره دينه آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين حسن وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن وأنت من ربنا العلي وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن وفي الختام صلى الله عليه وسلم آمين صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه ولا تخلق ولا يصيب الله سمع ولا تغير الحواجب ولا تشد وعدد نقاط الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار لا توالي منه سماء سماء ولا أرض ولا محمد اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا أياما نلقاك يا أرحم اللهم صرف القلوب صرف القلوب على اللهم مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب اللهم أصلح أمتنا
اللهم فرج اللهم عمنا اللهم اللهم استر امتك اللهم استر امتك اللهم اللهم استر امتك رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي جزا الله عنا بخيراته أئمة لنا نقل العلوم نقل المسلسل جزا الله عنا بخيراته أئمة لنا نقل القرآن عزيز جزا الله على سيدنا محمد.